حلقة جديدة من برنامج نص نص. طبعا بلوك في اللي يقول لك ليبيا دولة عربية، في اللي يقول لا ليبيا دولة مزيغية، كل واحد يبي ليبيا تعرف بجوه. ليبيا الحديثة تأسست كمملكة ليبية، ما تأسستش كمملكة عربية ليبية. في عندنا تنوع وكل واحد عنده ثقافته وعنده الباك جراوند متاعه، لكن هذا لا يعني أن أغلبية العظمى أنهم عرب. كتب وكتوارك كأمازيغ احنا نقدمه لليبيا، ليبيا في المقابل شين قدمت لنا؟ فأنا واحد من الناس معتز بعربيتي وقوميتي، ونبي اسم الدولة أن يكون دولة ليبيا العربية أو جمهورية العربية أو المملكة العربية. فيسبوك هو يعني ينشر بيانات في العالم كله، أنت بتعطي إذن لحكومتك أنه تضبط شوية فيسبوك. نحن البلاد فوضى أمني ما يسمحش لأي ممكن شيء يدور الدولة، احنا فوضى حساس ممكن نخش على انتخابات فترة جاية. قلت بعدها ان الفيسبوك ممكن يتعدى على الخصوصية متاعه، تقدر عن طريقه انك انت تدير حاجات غير قانونية، بس انا نقول لك ان هنا في ليبيا في حاجة اسمها الهيئة الوطنية لأمن وسلامة المعلومات، اختصار متاع حنيسة، هي مخولة ان هي تدير الشيء هذا، بلس عندك جهاز مباحث شرطة الانترنت تدير في الشيء هذا وتنفذ في قضايا لها علاقة بمباحث الانترنت وجرائم الانترنت بصفة عامة. كثر الجرائم خاصة في الخمس سنوات الأخيرة، فكويس إنه تكون في رقابة. مشكلة التهريب لو تبي تحلها حل المشكلة الأمنية، أنت عندك جيش أنت تو، فهذه المشكلة هي الرئيسية. لازم يكون في بديل، لأن يعني إحنا اللي بنعيش فهمتي، من مهما قلت أنت إحنا بنخافوا على الأجيال القادمة وكل شيء، لك إحنا ما عندناش باش نعيش. الفكرة أن إحنا ما نقدروش نرفعوا، قصدي نقدروا نرفعوا الدعم حالياً، حنوفروا حوالي على الدولة من 6 مليار دولار اللي هم 6000 مليون في كل مليار، راهو لازم تعرفوا أن 1000 مليون تفهموها كويس، فأنا ما أرفع الدعم لو رفعوا الدعم على المحروقات وداروا نظام يعني يكون كمواصلات كما أقول لك كنظام حجز يأخذوا فيه شراكاتك شهرياً ليحل أزمة هالبيئة. لاعب جاهز، لاعب جاهز اكيد بتدفع فيه مبلغ، بس انت لما تدير اساس، لما مثلا تصرف على مدرسه تجيب اكاديميه تصرف عليها من الاساس، تلقى عندك كادر بشري قاعد. يعني انت مصر اتحادات لازم تتغير، انت رئيس اتحاد وانت السباحه على 12 سنه، فانت من 12 سنه انت ما درت شيء يرخي المكان. تكون في اليه صح، يكون في اساس صح، يكون في دعم صح للناس للكل، يعني مش لفئه معينه. مازال في الاولويه عندنا في البلاد، يعني في عندنا التعليم، الصحة، الأساس، كل شيء، البنية التحتية هي اللي تبي لها خدمة. يعني لو حد قتل شخص بموس، أنا نمنع كدولة تمنع استيراد الماس كلها لأن الشخص هو قتل شخص بموس، مواقع التواصل الاجتماعي هذه أو أي مكان إعلام يعني هي أداة. المشكلة مش في الإشاعة أو شخص اللي يتكلم، المشكلة في إن المجتمع الليبي قاعد يصدق في أي حاجة. يعني مثلاً لما نتكلم على نزاع معين صاير مثلاً في البلاد، تمام، أو حرب كبيرة صايرة، أنا هذا أنت تشبح فيه وقت إن أنا ندير توعية. ما هو من اللي بيسكر؟ من اللي بيتخذ القرار هدايا؟ مرات اللي بيتخذ القرار هدايا هو اتخذه بناء لانه هو الشيء اللي انكتب في المواقع هذه او اللي انقال في المواقع هذه كانت ضده هو.